السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي واصدقاء قناتي انا وحياتي، يا رب تكونوا دايما بخير. سعر الدولار والعملات في مصر اليوم الثلاثاء 15/8/2023 فضلا وليس امرا. اتمنى تشرفوني وتنوروني في قناتي انا وحياتي باشتراك ولايك، نستعرض مع بعض باذن الله سعر الدولار والعملات في البنوك وسعر الدولار في السوق السوداء. اليوم سجل الدولار 30.90 جنيه، ثبت في سعر الدولار في البنوك. الريال السعودي سجل اليوم 8.24 جنيه، سجل الريال القطري في البنوك 8.49 جنيه، والدينار الكويتي سجل اليوم 100.45 جنيه في البنوك. الدينار الأردني شراء 43.65 جنيه، وسجل الجنيه الاسترليني 39.23 جنيه، الريال القطري سجل 8.49 جنيه، واليورو سجل 33.80 جنيه. سعر الدولار في السوق السوداء اللي شهدت ارتفاعات قياسية، الشراء سجل 39.09 جنيه، والبيع سجل 40.12 جنيه. واشكر حضراتكم جدا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دمتم في أمان الله ورعايته.